والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. وليلى عمر، أهلا بك ليلى. شكرا لكم سحر ومحمد، ونتابع أهم أخبار المال والأعمال. نجحت منظومة صناعة البترول والغاز بمصر في تنفيذ عدة مشروعات لها تأثير إيجابي على البيئة، أسفرت عن خفض انبعاثات بلغت نحو 1,347,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. وأشار وزير البترول طارق الملا إلى أن جهود الدولة والتكلفات الرئاسية الصادرة لتحفيز المواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود أثمرت عن زيادة الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما أسفر عن تحويل 472,000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منذ بدء النشاط وحتى الآن، ومضاعفة محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود خلال عام ونصف لأكثر من 3 أضعاف ما كانت عليه. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين العرب والأجانب. وربح رأس المال السوقي 12.25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.300 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 11443 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، يسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و27 قرشا للشراء و24 جنيها و36 قرشا للبيع. أما اليورو فسجل 24 جنيها فاصل 22 قرشا للشراء و24 جنيها فاصل 32 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 27 جنيها فاصل 78 قرشا للشراء و27 جنيه و90 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 6.60 جنيه للشراء و6.63 جنيه للبيع، والريال السعودي سجل 6.45 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع. أعلنت شركة الغاز الروسية غازبروم أنها تضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر نقطة العبور صدقا في أوكرانيا إلى أوروبا، بينما توقفت إمدادات الغاز عبر محطة سخرانوفا. ومنذ 11 مايو من العام الجاري تقوم شركة غازبروم الروسية بضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة واحدة وهي صدقا، إذ يرفض الجانب الأوكراني تلقي طلبات الغاز عبر سخرانوفا. بهذا نصل إلى ختام هذه الجولة من الأخبار الاقتصادية. عودة مرة أخرى إلى محمد وسحر، إليكما. شكرا لك ليلى عمر.